الهدف من اللي انتوا كل اللي انتوا عملتوه ده كان الهدف ايه؟ انك تطلع ايه المنتج اللي انت كنت بتسعى انك انت تطلعه في النهايه؟ شوف هو هيعمل ايه تطبيق المنتج ده؟ شوف هو المنتج بدا الحقيقه بالمنتج اللي قبله اللي هو الدستور. وانا كان ليا شرف تمثيل الجماعه الصحفيه في لجنه 50 بتاع الدستور. ونجحنا ان احنا نضع في الدستور 6 مواد مباشره. 3 في الحقوق والواجبات في الحريات و3 في التنظيم يتعلقوا بالصحافه والاعلام في مصر. كان فيهم اشياء عمرها ما كانت موجوده قبل كده. كان فيهم ان الصحف بالاخطار مش بالتصريح مش بالترخيص. كان فيهم حظر الحبس للصحفيين ومش بس للصحفيين، لكل من يمارس النشر او العلنيه، والعلنيه قاعد في القهوه او قاعد في التلفزيون او بينشر او بيكتب او بيذيع او قاعد في السوشيال ميديا او قاعد في السوشيال ميديا. القانون العقوبات محدد ايه هي العلنيه، فدي من وسائل العلنيه الا في جرائم محدده. قلنا هي التحريض على العنف، السب والقذف لا السب والقذف مفيهوش حبس، مفيهوش حبس. في تحريض على العنف، في الطعن في اعراض الناس، في التمييز بين الاشخاص والافراد اللي ادى لمذابح زي اللي حصلت في اسوان. ده تمييز، انت مسلم، انت مسيحي، انت وحش، انت دابودي، انت هلالي، بتعمل كارثه. ثم حظرنا، وده مش موجود في دستور في الدنيا بالمناسبه، حظرا تاما مصادره او الرقابه او اغلاق او ايقاف اي وسيله اعلاميه او صحيفه ولو بحكم قضائي، ولو بحكم قضائي في دول العالم كله بحكم قضائي. هنا دستور مصر حظر ده الا في حاله الحرب والتعبئه العامه طبعا، فبتفرض رقابه محدوده في مكان محدد. كان لازم نترجم ده مع 3 هيئات جديده في الدستور الى قانون، لان الدستور مش هيطبق في ذاته. فاحنا قلنا ايه طب الحل؟ الحل ان احنا يبقى في قانون موحد. موحد لانه نقاط الاشتباك والتشابه بين الصحافه والاعلام مش قليله، يعني تكاد تجعل منهم لا، ومجموعه القوانين الحاكمه اللي انتوا حاطينها في الاول دي، ده يعني كان عندنا شراذم من القوانين. يعني واحد يخش لك من صفحه، من قانون من سنه 36، قانون من سنه 55، 64، 70، 72، 75، 79، 77، 81، 96، 98. يعني ما فيش 3-4 سنين عدوا على مصر الا لما كنا بنحاول ننظم ونروح مطلعين جزئيه. فانتوا لميتوا الليله دي كلها في قانون واحد. كلها في قانون واحد.